من 80 سنة بهالمطرح بالذات برشيا بلشت حكاية الاستقلال. شو صار بهالقلعة وقتها؟ هون بهالمكان سجن رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري، وكان الانتداب الفرنسي حريص على عزله عن رئيس الحكومة رياض الصلح وباقي الوزراء اللي سجنوا بغرف منفصلة عن بعضهم. طوال 11 يوم من الاعتقال ما كانوا الرؤساء وحدهم، وكانت الأخبار عم توصلهم بطريقة سرية عبر شباب كانوا معتقلين بالقلعة. وقت اكتشفوا محاولة درع الخلاف بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح، حذرون من مؤامرة على طريقتهم. وبتعرفوا شو عملوا أهل رشيا وقتها؟ كان المختار اسمه الشيخ علي مهنا، وكل يوم الصبح كان يخبي الخبز السخن تحت عبايته للرؤساء ويجيبوا على القلعة ويبعث لهم رسائل سرية دعم وتأييد. 22 تشرين الثاني 1943 كانت أول احتفالات بهالبلدة، لبنان أخذ استقلاله.